وأخرى. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب جنوب شرقي محافظة السليمانية في شمالي العراق، وخرج معظم أهالي المحافظات العراقية من المباني والشقق السكنية إلى الشوارع، فيما سادت حالة من الخوف والهلع بين المواطنين جراء الهزة الأرضية التي تسببت بخسائر مادية بسيطة في عدد من المتاجر والمحال التجارية، فيما لم يسجل حتى الآن وقوع ضحايا جراء تلك الهزة. وتزامن حدوث الهزة الأرضية مع البث المباشر لبرنامج بالحرف الواحد، الأمر الذي استدعى إيقاف النقاش مؤقتا لحين انتهاء الهزة. نحتاج إلى متخصصين، هذه المسألة في غاية الخطورة. ترى طفل واحد عراقي إذا تهرب عن طريق ذول الدواعش، هذا راح اندثر، راح أصله، راح دينه، راح مذهبه، راح كل شيء، راح من عائلته. طفل واحد يا استاذ احمد، وانت حكومات تتحدثين الان على مود ملف واحد، لو فساد الآن واحد، لو جاي نحس بهزة ارضيه يمكن بغداد تضرب بغداد. لا اعتقد تضرب هنا حتى باربيل بردا وسلام، بردا وسلام ان شاء الله، بردا وسلام، بردا وسلام. خفت ان شاء الله، عدت عدت. كملي ويانا استفيان، كملي، بردا وسلام ان شاء الله. في شان اخر، قفز عدد المواقعين على حمله